السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. أنا سالم سعد، اليوم سوف نتعلم من سلسلة تعلم نظام لينكس في الحلقة 48 بعض الأوامر الجديدة الخاصة في التحرير والتعديل على المصدر. أولا نحب أن نشكركم للمشاهدة ومتابعة السلسلة ومشاركتها مع من تحبون في التواصل الاجتماعي. وثانيا كما تعلمون اقتربنا من انتهاء السلسلة، وهذه الحلقة الحالية 48 من سلسلة تعلم نظام لينكس، احتمال تكون الحلقة 50 أو 52 نهاية السلسلة إن شاء الله. وإن شاء الله استفدتم من هذه السلسلة، وأي شيء تحتاجون نحن في الخدمة وإن شاء الله جاهزون للمساعدة. أولا نحب أن نوضح أشياء أساسية في النظم التشغيل المبني على لينكس، سواء يكون بارت لينكس أو كارل لينكس أو أبونت لينكس أو غيرهم. يوجد لدينا خانات أو مربعات في الأسفل هي فارغة. لماذا هنا ورك سبيس؟ أولا لنوضح المثال أو صفحات للتنقل. مثلا هنا قمنا بفتح المجلد سلم السعد. أولا نذهب إلى ورك سبيس أخرى، وهنا نستطيع من فتح أي شيء آخر وهكذا لتسهيل العمل. ورك سبيس كما تشاهدون أي واجهة العمل. وثم نجيب على السؤال الجميل، هل لجميع اليوزر أو المستخدمون في نظام لينكس يستطيعون من الوصول إلى السودو أو الروت؟ لا. لماذا؟ لأن عندما تقوم في الدخول إلى نظام يطلب منك إنشاء باسورد أو كلمة سر خاصة في المستخدم أو الأكاونت الحساب، وباسورد خاص أو مفصل خاص في الروت. والآن نذهب إلى التعلم طريقة التحرير في اليوزر. أولا قبل التحرير والدخول في الأوامر، نقوم بالدخول إلى يوزر أدد -tcapital. هنا نقوم في مراجعة الأوامر جروب تم إنشاءها تلقائيا، لأن الجروب أو معرف الجروب أو معرف المجموعة شبيه بمعرف المستخدم أو معرف يوزر ID. الهم هنا /home/user، وإن أكتب يدل على الإكسباير التغيير كلمة السر. هنا -1، هنا قمنا بقفل خاصية أو خاصية لا تفعل ليست مفعلة. إكسباير هنا نحدد التاريخ لانتهاء صلاحية الحساب أو المستخدم. وهنا الشيل نقوم في تحديد المسار الشيل، وهنا أيضا السكيلتون يقوم في فهرسة المحتويات الداخل اليوزر أو الذي يقوم فيها اليوزر بعملها. وإن كان لديك أي ترجمة أخرى قم في كتابتها في التعليق لنتعلم نحن وقارئ التعليق إن شاء الله. و Great Miles Paul هنا يقوم في إنشاء مجلد تلقائي أو مجلد مؤقت لفهرسة جميع الأوامر التي يقوم فيها اليوزر أو المستخدم والبرامج التي يقوم في تنسيقها، وأيضا الرسائل. الآن كل ما تعلمناه إنشاء الجروب وإنشاء المستخدم لماذا ينفعنا؟ تنفعنا إنشاء المستخدم وإنشاء اليوزر في ls-l، وهنا لمعرفة الصلاحية. أنت وأنا وأنت وجميعنا نعلم هذه الصلاحيات، ولكن كيف نقوم في استخدام الصلاحيات في الفعل؟ هنا صلاحيات المستخدم أو الثلاثة write, read, write, execute، وهنا الثلاثة الثانية هي صلاحية الجروب، والأخيرة الثلاثة هي صلاحية المستخدمون الآخر. هنا لكي نقوم باستخدامها يتوجب علينا من إنشاء جروب وإنشاء مستخدمون آخر، وهنا نستفاد منها إن شاء الله في الحلقات القادمة سوف نعلمها أيضا وأكثر تفصيلا. الآن نذهب إلى طريقة التحرير. يوزر مود، أولا نقوم بإنشاء يوزر. يوزر أديت، أولا تأكد من الذهاب إلى الروت. في بعض التوزيعات فقط تقوم في كتابة اسيو والذهاب إلى الروت، لأن يعتبر الاسيو بمثابة هي الروت. وفي بعض التوزيعات الأخرى تقوم في كتابة سودو، لأن يعتبر السودو هي الروت واسيو للانتقال إلى الروت. الآن بعد أن انتقلنا إلى الروت نقوم بكتابة يوزر عدد وثم -d-capital. نحن تأخرنا في المقدمة لأن نحن أو يعجبنا من توضيح كافة التفاصيل،
هنا كما تشاهدون قام في تغيير جروب النا قام بإنشاء كما نعلم وانتراكتف 60 يوم وينتهي والشيل هنا بين SH وثم الاسكيلتون والمايل سبور قمنا بإنشاء الياس أو بتفعيل الياس ليقوم بإنشاء مجلد مؤقت لنا وكتابة كافة التفاصيل به. اليوم سوف نبدأ الآن في الأمر يوزر added اعتذرت لنقطة في كتابة user added لنقوم بإنشاء المستخدم جديد hyphen m وثم نقوم بتسميته مثلا remo remo وثم الآن لنتأكد نذهب إلى cat أو نقوم في كتابة create وثم remo وثم slash etc slash password. الملف الذي تعلمنا عليه في الحلقات السابقة يبين لنا المستخدمون كما تشاهدون أخذ المعرف رقم المعرف الجروب أخذ نفسه معرف الID والريمو وأيضا هوم سلاش ريمو والبنشل وأيضا سوف نتعرف عليهم كيف نقوم في تغييرهم وتغيير الأرقام أي المعرفات. نقوم في كتابة user mode وثم من كتابة hyphen g أولا لنشاهد الجروبات التي لدينا. نقوم في عمل الجروب هنا جروب نقوم في كتابة جروب R etc جروب كما تشاهدون هو هذا الجروب الذي لدينا R ألف واثنان. نقوم بإضافة الريمو إليه. نقوم في كتابة اليوزر ولكن هايفن G كابيتال وريمو واسم الجروب R أعتذر اسم الجروب R نعم وثم ريمو اسم المستخدم. الآن قمنا بإضافته already exist اعتذر خطأ ريمو وثم هايفن R هنا الآن لا نعلم عن خطأ لنوضح الفكرة أكثر. نقوم في تحديد مثلا جروب RT وثم بين كتابة الريمو ريمو لإضافة المستخدم ريمو إليه. الآن تم إضافته بنجاح. الآن لنشاهد ونتأكد نقوم في عمل R تكريب RT وثم ETC جروب كما تشاهدون RT لديه الريمو. الآن نواد من إضافة التعليق. الآن لنتأكد هل يوجد تعليق فيه كريب ريمو. نذهب إلى الباسورد كما تشاهدون هنا لا يوجد أي تعليق قبل السلاش هوم وبعد المعرف الجروب أو رقم معرف الجروب أو المجموعة هنا بين النقطتين التعليق نقوم بإضافته. نقوم بكتابة يوزر يوزر مود وثم من كتابة الهايفن سي وثم من كتابة التعليق ومن الأفضل أن نقوم بكتابة التعليق في بين الاقتباس سواء كانت دبل اقتباس أي علامات مزدوجة أو علامات منفردة. نقوم في كتابة سلمة سار نيو ريمو. الآن نقوم بغلقها. الآن كما تشاهدون هنا خطأ. لماذا؟ لأن لم نحدد اسم المستخدم أين يقوم بإضافة التعليق. نقوم في كتابة ريمو اسم المستخدم هنا قام بإضافته. لنتأكد نذهب إلى ريمو ETC password. الآن كما تشاهدون قام بإضافته سام ساعات نيو ريمو. الآن كل ما نود تغييره هو تغيير المسار المستخدم أي هنا هوم سلاش يكون غير شيء، ولكن قبل هذا يجب من تغيير اسم المستخدم أي نقوم في كتابة user mode -l. هنا نقوم في كتابة مثلا نقوم باستبدال ريمو. أولا هنا نقوم في كتابة السلام الاسم الذي نود من تغييره وثم ريمو لنشاهد الآن تم تغييره. نقوم في عمل كريب ريمو باسورد. الآن كما تشاهدون لا يوجد المستخدم أصبح اسمه أرسلان والريمو هنا تعليق والثاني هنا اليوزر والثالثة هنا البن شيل أو الشيل المستخدم. الآن نود من تغيير هنا الهوم سلاش أرسلان. نقوم بعملية نقوم في كل بساطة من كتابة سلاش دي ونقوم بوضع home slash arsalan remo لأن الاسم ريمو.
وللملاحظة أي اسم آخر تود تغييره لا يقبل لأن لا يوجد اسم المستخدم أي يجب أن يكون شبيه باسم المستخدم. هنا الآن تم تغييره. الآن نقوم في عادي ثم من إضافة المفهوم. الآن كما تشاهدون أيضا خطأ. لماذا؟ لأننا لم نقم بإنشاء دايركتوري به. نقوم في وضع هنا وثم هايفن ام ونقوم في كتابة ارسلان يقوم بإنشاء دايركتوري باسم ارسلان. هنا الآن أيضا خطأ. الآن هنا خطأ. لماذا؟ لأن نحن قمنا بحذف المستخدم الريموت. هنا فقط نقوم في كتابة اسم المستخدم أرسلان أرسلان إنتر. وهنا أيضا لدينا خطأ. لماذا؟ هنا لدينا خطأ. لماذا؟ قم في التحري والعثور على الخطأ وإصلاح أنت بنفسك. الآن عدنا نقوم في الفيديو نقوم في العودة إليه وثم نقوم في كتابة أرسلان بشكل صحيح وثم إنتر. الآن كما تشاهدون قام في تطبيق الأمور. لنتأكد نذهب إلى الكريبتو ريمو ETC باسورد. الآن كما تشاهدون لا يوجد فقط في تعليق الريمو أصبح أرسلان. الآن نود من تغيير البين شيل. نقوم في وضع بين ZSH أو بين باش أو إلى آخره. الآن ما لدينا؟ لنشاهد الآن لدينا الهايفن جي. نقوم في تحديد الرقم التعريفي في الجروب. الآن هنا نقوم في عمل الجروب. الآن كما تشاهدون 2024 هنا. لين نقوم في تحديده واستبداله نقوم في كتابة الجي وثم مثلا كتابة 1001 لإضافة فيه الجروب 1001 أي يصبح هنا جروب اي دي 1001. وثم من كتابة أرسلان وثم الآن كما تشاهدون تنفذ الأمر. لنشاهد الآن كما تشاهدون بقية أخرى. لنشاهد الباسورد. الآن كما تشاهدون 1001 أصبحت. من هو 1001؟ نذهب إلى نقوم بعمل كريب أو كات. هنا نقوم في قراءته 1001 كما تشاهدون. أين أنت 1001؟ هنا 1001 سنة سعد نوريمو. لنشاهد الجروب وثم للتحديد أكثر نقوم في عمل كريب 1001 إنتر 1001 قام بإضافته هنا كما تشاهدون. الباسورد ضمن السطر من عمل كات. الآن كما تشاهدون الريم أصبح من جروب 1001 قام بإستبداله. الآن كما تشاهدون يوزر مود هايفن جي كابيتال. من عندما قمنا في نقل ريمو إلى آرتي قام بإستبداله في أرسلان كما تشاهدون وأيضا هايفن جي سمول قامت في استبدال الجروب. الآن لدينا اليوزر مود ولكن نستخدم الاسم التعريفي في الجروب. نشاهد اسماء التعريفية للجروب لدينا هنا. أولا نذهب إلى الجروب نقوم في عمليات من الأفضل نقوم من اختيار الجروب نقوم في كتابة كارت النقل. الآن لدينا هذه الجروبات نقوم في إضافة نقوم من إضافة أرسلان إلى جروب F1 نقوم من كتابة اليوزر مود وثم الجروب F الأول الهايفن جي اسمه صغيرة الجي وثم F1 وثم أرسلان. الآن نتأكد كاتي كليب. الآن كما تشاهدون أرسلان لا يوجد هنا. لماذا؟ لنوضح الفكرة. أولا نقوم في عمل كليب أرسلان إنتر أرسلان كما تشاهدون هنا أيضا متواجد نذهب إلى الأعلى F1 أرسلان. قمنا في عمل أرسلان بهذا الرقم كم رقمه 2223 رقم
الباسورد، ننتقل إلى الباسورد، باسورد إنتر. الآن كما تشاهدون قامت بأخذ الرقم 2023. أولا لتوضيح أكثر، الجي كابيتال يقوم في نقل الأرسلان إلى الجروب، أي يكون عضو في الجروب F1. هنا الآن كنا في نقل، عندما أفرغ أرسلان جروب كما تشاهدون قام في نقلي إلى هذا الجروب أيضا. ثم سوف ننتقل إلى الأمر لإنشاء الرقم التعريفي أو استبداله، وهو هذا الرقم التعريفي 2224. لإستبدال الرقم نقوم في عمل user mode وثم hyphen u، ونقوم من إنشاء الرقم التعريفي هنا مثلا 1233، وثم نقوم بوضع أرسلان اسم المستخدم. الآن قام باستبداله برقم مخصص. الآن لنشاهد أرسلان في الباسورد، كما تشاهدون قام باستبدال الرقم ب 1233. الآن كل نتعلم في الآخر من إضافة الصلاحيات أولا، أو إضافة صلاحية انتهاء الحساب. نذهب الآن إلى ملف الكريب، نذهب إلى ملف الشادو، نقوم في كتابة أرسلان وثم ETC. نعتذر في التأخر في الحلقة لأن نود في توضيح كل شيء. نقوم في كتابة الشادو، والآن كما تشاهدون علامة الحرف علامة التعجب هنا يدل على أن لا يوجد باسورد، وهنا تم إنشاء الباسورد من 18997. لا أعلم إلى متى يعود هذا اليوم. هنا لإنشاء تاريخ الانتهاء الحساب كيف؟ نقوم في كتابة user mode، الآن user mode، وثم hyphen e. نقوم في كتابة التاريخ مثلا 2000 و 2055 مثلا، وثم الشهر hyphen، وثم السادس واليوم السادس، وثم نقوم بوضع الأرسلان. قام بإنشائه. لنشاهد، نذهب إلى إكريب أرسلان ETC Shadow. الآن كما تشاهدون قمنا في البدء من 18997 والانتهاء الحساب من 31000 إلى 202. الآن الأمر الأخير لدينا وهو التغيير بين شيل، أو من استخدام أمر آخر، أي مثلا من استخدام ملف آخر غير ملف الشيل، مثلا استخدام ملف ZSH. نقوم في كتابة user mode، وثم من كتابة ال C، وثم من وضع ال slash bin مسار الملف slash Z هنا، ونقول Enter يعطينا خطأ لأن لم نقوم في تحديث أرسلان اسم المستخدم هنا إنتر. الآن قام في استبداله كما تشاهدون هنا بين شيل. الآن نقوم بالذهاب إلى أرسلان، ولكن هنا نذهب إلى ملف باسورد. الشيل يقوم في توضيح الشادو، يقوم في توضيح الصلاحيات للمستخدم وكافة التفاصيل، والباسورد يقوم بتوضيح الأسماء المستخدمين. الباسورد كما تشاهدون ZSH. الآن انتهت حلقتنا اليوم، نتمنى لكم التوفيق ومع السلامة، وإن شاء الله استمتعتوا في هذه الحلقة، ونعتذر عن التأخير، تقريبا أصبحت مدة الحلقة 24 دقيقة. في الآخر نتشارك معكم مصدر كان مصدر هذه الحلقة أو مصدر مساعد لهذه الحلقة، هو فيديو في الإنجليزي، وأيضا فيديو مترجم لأوبرا وينفري، وأيضا نتشارك معكم صورة. ومع السلامة.